يشير باحثون إلى أن دراسة ذكاء النحل تساعد كثيرا في فهم الأسس التي يقوم عليها عمل خلايا العصبية، فكلما زادت معرفتنا عن آلية تفكير النحل، سيتمكن العلماء من تحليل أكثر لذكاء الإنسان واكتشاف آلية تحكم شبكات عصبية مختلفة ودورها في نشأة مهارات بعينها. يجتهد باحثون من أجل التوصل إلى طرق للاستفادة من ذكاء النحل ومن حاسة الشم القوية لديه لاكتشاف القلاقل في مناطق الحروب، فيمكن تدريبه على إدراك رائحة المتفجرات في أثناء تحليقه حول منطقة ألغام أرضية، ويمكن ضبط نظام راداري ليزري للكشف عن الضوء المنبعث من أجنحتها في أثناء تحليقها على مسافة آمنة، ما يسمح لمشغل النظام برؤية حركتها التي تصدرها عند الاقتراب من الألغام. كما يمكن استغلال قدرات النحل في المجال الطبي، خاصة في مجال بعض أنواع السرطان والسل، تنبعث من المرضى روائح مميزة. يمكن تدريب النحل على الربط بينها وبين طعام هؤلاء المرضى، وإذا اشتم النحل هذه الرائحة في زفير المريض أو في عينه، يصدر حركة معينة تلتقطها الكاميرا من خلالها يمكن التشخيص. بحسب مجلة نيوسا ينسيت، توصل أساتذة في علم البيئة الحسي والسلوكي في جامعة كوين ماري بلندن أن النحل يتميز بذكاء نادر، إذ يستطيع العد وقراءة الرموز وحل المشكلات التي يواجهها، التي ربما تشكل معضلات لكثير من المخلوقات التي عرفها والتي تتسم بالذكاء. ومن النحل ما يمتلك عينا لتذوق الفن، ويمكنه التمييز بين اللوحات الفنية، كما أنه يتمتع بنوع من الإدراك الذاتي على الرغم من ضآلة حجم دماغه التي لا يتجاوز حجم رأس الدبوس. وعلى الرغم من ذلك، دار جدل واسع حول ما إذا كان النحل يتمتع فعلا بالذكاء، واعتبر كثيرون أن النحل على المستوى الفردي ليست سوى حشرة عادية لا تتميز عن غيرها، لكن بتعاونها مع رفاقها اكتسبت الذكاء، مما يعزز المثل اللاتيني القائل إن النحلة بمفردها ليست ذا قيمة. وبدأ الحديث عن ذكاء النحل عندما أجرى عالم الحيوانات الأسترالي كارل فون فريتش بحثا عن النحل في الأربعينيات، لاحظ من خلاله أن النحل المكلف بالبحث عن الغداء يقوم برقصة الجاز حول قرص العسل في إيماءات وإشارات إلى أقرب الأماكن التي توجد فيها الأزهار والورود. وتعرف الباحثون إلى مجموعات كبيرة من المهارات السلوكية التي تتم داخل الخلية، وأظهرت دراسات عن فن الرقص المتهادي الذي يؤديه النحل أن النحلة الشغالة لا تتردد في التدخل لتوقف النحلة الراقصة بضربة خفيفة على رأسها إذا استشفت وجود خطر يحيط بالمكان كوجود عنكبوت مثلا. كما أوردت مجلة كارنت بيولوجي أن النحل له أدوار منزلية غير عادية، بما فيها عمليات التنظيف التي تتم في فصل الربيع والرعاية المتبادلة، عوضا عن ذلك المداخل والحراسة لمنع المتطفلين من اقتحام المملكة. وطورت مملكة النحل نظاما خاصا بها لتكييف الهواء بالداخل عندما ترتفع درجات الحرارة. تقوم نحلات برش الماء على قرص العسل وترفرف بأجنحتها لتوليد تيارات من التيار البريد. وسجل تشكا ما يقارب من 60 نمطا سلوكيا منفصلا يؤديه النحل في مملكته العجيبة، منها 6 رقصات مختلفة. وتنتقص قدرات النحل الذهنية من قدرات بعض الثدييات، فالفئران مثلا عرف أنها تتمتع
ب30 نمطا سلوكيا فقط، كما يتميز حيوان القندس ب50 نمطا. وعلى الرغم من الزخم الذي يحتويه الملف الحيواني من أنشطة ذهنية، فلا يزال عدد من العلماء يشكك فيما يتمتع به النحل من ذكاء، منوهين أن هذا الاعتقاد اكتسب نتيجة غريزة معقدة وليس نتيجة للتفكير المرن. شكرا على حسن المتابعة المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.